خلال هذه الحصة سنشتغل على المرجعيات المنهجية للاستعداد للامتحانات الوطنية في مادة التاريخ والجغرافيا والتي تهم السلك الثانوي التأهيلي مستوى الثانية بكالوريا مسالك الآداب والعلوم الإنسانية مسلك التعليم الأصيل والأحرار وسنشتغل على كتابة موضوع مقالي في مكون الجغرافيا ونعتمد أساسا على نموذج الامتحان الوطني الموحد للدورة العادية سنة 2019. أقترح لهذه الغاية التصميم أو بالأحرى أن نضع أهدافا محددة أولها أن يتعرف المتعلم على الصيغة العامة لكتابة المواضيع المقالية في الامتحانات الموحدة بمكون جغرافيا من خلال نماذج. الهدف الثاني أن يكتسب المتعلم منهجية فهم صيغ الأسئلة المطروحة في الموضوع المقالي بالامتحانات الموحدة كذلك بمكون الجغرافيا. وأخيرا أن يرسخ المتعلم الخطوات المنهجية المهارية الخاصة بطريقة صياغة الموضوع المقالي من خلال توظيف خطوات النهج الجغرافي الوصف والتفسير والتعميم. كما قلت لهذه الغاية أقترح التصميم التالي سنشتغل بشكل عام على جانبين الجانب النظري والجانب التطبيقي. الجانب النظري نقسمه إلى جزئين نتعرف بداية على تقييم الموضوع المقالي كيف ينقط الموضوع المقالي والجزء الثاني نتعرف من خلاله على خطوات كتابة الموضوع المقالي كذلك. بينما الجانب التطبيقي نقسمه إلى ثلاث مستويات كبرى المقدمة والتصميم أو العرض وأخيرا الخاتمة وسنركز على جوانب في التقييم جوانب منهجية جوانب شكلية جوانب معرفية ونمر بخطوتين رئيسيتين. نبدأ على بركة الله الجانب المنهجي لكتابة الموضوع المقالي. كما تعلمون جميعا بأن الموضوع المقالي فتنقيطه يكون بنقطة 10 من أصل 20 وبالتالي هذه النقطة نصف النقطة العامة للامتحان. لا بد أن ندرك الخطوات المنهجية والمهارية لاكتساب ما أمكن النقط التي تفيدنا في رفع النقطة العامة للتحصيل. إنفاء الموضوع المقالي يتم تقييمه من خلال ثلاث جوانب رئيسية الجانب المنهجي ثم الجانب الشكلي وأخيرا الجانب المعرفي. ولعل أن النقطة الممنوحة للجانب المعرفي هي المهمة هي التي تأخذ الحيز الأكبر. نلاحظ بأن الجانب المنهجي ينقط على نقطتين ويتكون من مقدمة مناسبة من تقديم أسئلة إشكالية ثم تصميم أو عرض مناسب وأخيرا الخاتمة. الجانب الشكلي في هذه الحالة هذه ينقط على نقطة واحدة ولا بد من توجيه نصائح فينبغي على المتعلم أن يحترم الضوابط التالية في كتابة الموضوع المقالي منها اللغة السليمة من الأخطاء مع وضوح الخط واحترام علامات الترقيم من فواصل ونقط وغيرها ثم ترك الهامش الضروري عند بداية كل فقرة وترك مساحة فاصلة بين فقرة وأخرى كجانب جمالي في كتابة الموضوع المقالي تنقط كما قلنا بنقطة واحدة. آخر جانب وهو الجانب المعرفي وكما قلنا هو الأهم هو الذي يأخذ النسبة الأكبر ضمن التنقيط 70% من حجم النقطة الكاملة ولصياغته يتم تحليل معطيات الموضوع بالالتزام بالعناصر التالية تقديم المعلومات الجغرافية المطلوبة صحة المعلومات الجغرافية وخلوها من الأخطاء وتفادي الحشو والإطناب. كتوجيه منهجي للمتعلمات والمتعلمين عند صياغة معطيات الموضوع المقالي يعني في الورقة ديال الامتحان تقدم معطيات حول المواضيع المقالية وبالمناسبة أنه يطلب أو يساغ نموذجين من المواضيع المقالية فيكون المطلوب هو أن نكتب في أحد الموضوعين المقاليين فمعطيات هذه الصياغة فإما أن تكتب عن طريق تقديم بعض الوثائق الانطلاق والحالة الثانية إما أن تكون معطيات بدون وثائق
كنماذج هنا نسقط عليها هذه الحالات. ففي بعض نماذج الامتحانات مثل الامتحان الجهوي الموحد لأكاديمية مكناس تافيلالت سنة 2015، لاحظوا بأن في نموذج الامتحان هذا وضعت وثيقة الجدول كوثيقة الانطلاق، وكان المطلوب أن نستعين بهذه الوثيقة وكذلك مكتسباتنا المعرفية لكتابة موضوع مقالي نحدد من خلاله مظاهر قوة التجارة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، ثم العوامل المفسرة لنمو التجارة في الصين والتحديات التي يواجهها اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية. إذن انطلقنا من وثيقة وكان المطلوب هو أن نكتب موضوعا مقاليا. الحالة الثانية مثلا من خلال نموذج الامتحان الوطني الموحد لسنة 2019، فكانت الصياغة بدون وثائق، مباشرة تقديم معطى تعتبر البرازيل وكوريا الجنوبية قوتين ناميتين حديثتي القوى، غير أنهما تواجهان مجموعة من المشاكل والتحديات، فكان المطلوب أن نكتب موضوعا مقاليا نحدد من خلاله مظاهر نمو الفلاحة البرازيلية ونمو الصناعة في كوريا الجنوبية، العوامل المفسرة لنمو الصناعة في كوريا الجنوبية، وأخيرا المشاكل والتحديات التي يواجهها الاقتصاد بكل من البرازيل وكوريا الجنوبية. ننتقل